مرحبا اخوي. ممكن ادخل؟ ايه نعم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياك الله، تفضل. عرفتني. مو انت اخو الموظفة مريم؟ ما شاء الله عليك، ذاكرتك زين. الله يسلمك. اطلب لك شيء؟ لا لا سلامتك، انا مار 5 دقائق اقعد معاك وماشي. تفضل امرني. ما يامر عليك ظالم. الحقيقة مريم اختي تكلمت عنك وايد، وهي الحقيقة تشكر فيك وفي اخلاقك وفي حسن تعاملك مع الناس. الله يسلمك ويسلمها. والحقيقة مريم زميلة عمل ممتازة. أختي مريم لمحت لي أنك عرضت عليها الزواج، بس قالت لي أنك متردد شوي لأن عندك زوجة ومو متفاهم معاها. أنا الحقيقة أشوف أنه ما في أي خطأ أن الرجال يتزوج أكثر من مرة. عدل عدل. بس يا سند، في الحقيقة أنا ما عجبتني شغلة واحدة، أنك تكلم أختي بدون ما يصير أي شيء رسمي بينكم. أنا ما أبي أختي تدخل في هذا المنزلق اللي لا هو من ديننا ولا من عاداتنا. ما يصير يا سند تتكلم وحده بنص الليل. والله شو أقول لك، أنا قصدي شريف بس الظروف ما سمحت. ما عليه ما عليه، لما الظروف تساعدك تفضل عندنا البيت، تقدم لها واطلبها رسمي، وفي حالة القبول تقدر تكلمها متى ما بقيت. صح كلامي ولا لا؟ طبعا طبعا ما في شك. ومثل ما يقولون الاستقامة مفتاح الكرامة. ثق تماما يا اخوي سلطان، مريم في عيوني وانا ما كنت اقصد لك الخير. حياك الله. الله يحييك. غاندي يقول نحن لا نعادي الاشخاص بل اخطاؤهم. اتمنى انك ما تزعل مني. لا ابدا. مع السلامة. حياك الله. اتمنى منك يا سند انك ما تجيب طاري هالزيارة حق اختي مريم ولا الكلام اللي قلناه، بس عشان نحفظ لها ماي ويها وكرامتها طبعا. لا اكيد اكيد طبعا. مع السلامة. حياك الله. شو اليوم الأكشر هذا؟ غاندي؟ أم مريم، تذكرت صديقتي نورة تسلم عليك وايد وتقول هذه مريم أحسن وحدة في الحفل. الله يسلمها. وهي بعد نورة غير عن كل البنات اللي شفتهم، مسكينة في حالها. صدقين رايلها مجننها، كلها تشتكي منها. خلي نشوف لنا يوم نمر عليها. بنشوف، بس رايلها ما يحب الزيارات. عاد نورة في نظري أحلى زوجة ممكن يحصلها الريال. أنا ما أدري ليش الريايل ما عندهم بعد نظر. والله حبيبتي بعد الحريم ما عندهم بعد نظر، ساعات اختياراتهم كلها غلط، ويدرون أن الريال غلط في غلط وبعد يحبونه. ما تدري ليش الحب واختيار القلب لا، ما في شيء ثاني. وين سيارتك؟ تقصدين سيارة الإيجار؟ اي في غيرها؟ رجعتها، فاتورتها زادت علي وبنطر لين ينزل معاشي آخر الشهر. يلا حياك، تعالي أنا وصلك. اي بس أنا مو على طريقك. ما في مشكلة، بعدين ما راح تلاقين تاكسي بسهولة. يلا ركبي حياك.
مزون، ودي أسألك، يسوى الواحد يتزوج ولا يتم حر برايه؟ أوف، تسأليني كوحدة متزوجة من قبل ولا مجرد سؤال؟ أكيد كوحدة متزوجة من قبل. يقول لك اسأل مرة واحدة قبل تروح للحرب، واسأل مرتين يوم بتسافر في البحر، واسأل ثلاث مرات قبل تتزوج. يعني شنو؟ ما فهمتي؟ نورة، من وين لك الشيك اللي على الكوميدينو؟ ايه هذه البنية اللي سلفتها من فترة، فقيرة يات ويابت لي الشيك. زين، يعني بيزاتك ما راحت عليك. سند، ممكن اروح ازور البنت في بيتها؟ هي كم مرة تعزمني وانا اعتذر منها. لا، تراش قمت تتعودين على الطلعة، وانا هالشي ما احبه في الحرمة. في شي ضحك في كلامي؟ لا، بس يعني انا في السنة اطلع مرة ولا مرتين، يعني شلون بتعود؟ انت تتمسخرين علي. لا، ليش اتمسخر؟ اقول سند، خير؟ يعني في ظنك ليش تطالع على الحرمة غلط؟ والريال 24 ساعة يطلع يشوف الدنيا والعالم والناس ويسافر، يطلع البر والبحر، ليش الحريم ما لهم نصيب بهالشي؟ لأنهم ما ينعطون ويه. الحريم معجونين بعجينة شر، فما ينتركون على كيفهم. بس أنا طيبة، كل الناس تقول عني طيبة. ومن قال لك هالحكي؟ يعني أهلي، البنات اللي أقابلهم. هي تبدي بطيبة وبعدين تنقلب شر. تعلميني على الحريم جنس نمرود، فسكتي وخليني أكمل جريدتي أبرك.